السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد ملخص أول 10 مباريات. إن شاء الله يكون إنه ملخص أول 10 مباريات. في العادة أنا أدمج، أحيانا أسوي لك ملخص 30 مباراة، أحيانا أسوي لك ملخص 20 مباراة، أحيانا أسوي لك ملخص. عموما أنا بحاول إني الفوت شامبيون أطلع منه بثلاث مقاطع، كل 10 مباريات ملخص. إن شاء الله كل 10 مباريات يكون فيها أحداث حلوة عشان تشوفونها يا جماعة الخير. يعطيكم العافية على الدعم، شكرا لكم جزيلا. ألف مبروك عليكم رمضان يا جماعة الخير، ينعاد علينا عليكم بالصحة والعافية يا جماعة. احنا داخلين على شهر رمضان، وكل سنة في رمضان تصير بلبلة أو مشكلة أو في شيء كذا في التعليقات، صراحة ينرفزني ويحبطني موضوع الموسيقى. أنا شخص بحط موسيقى في فيديوهات، لازم تعرفون هذا الشيء يا جماعة الخير. من الآن خلي في بالك إنه أحمد شو بيحط موسيقى سواء في رمضان أو غير رمضان، هذا أسلوبي في التنزيل. أتمنى ما يكون عندك تعارض لهذا الشيء، يعني أنت قاعد تتابعني طوال السنة وتشوف عندي موسيقى، أجي في رمضان أشيل الموسيقى هذه ما ينفع. أنا قاعد أنزل من فيديوهات عندي، دائما ألاحظ أول تقريبا 15 يوم في رمضان الناس تتكلم عن الموسيقى وإنه حرام وما أدري إيش، بعدين نهاية رمضان تبدأ الناس تنسى، ترجع للوضع الطبيعي. غريبة، إذا أنت عندك مبدأ إن الموسيقى حرام وما تبغى تتفرج فيديو فيه أي موسيقى، فالمفترض إنك طوال الوقت سواء في رمضان، بعد رمضان، بداية رمضان، نهاية رمضان. على أي حال هذا أسلوبي في التنزيل، أتمنى إنكم تتقبلوني بأي شكل من الأشكال. يعطيكم العافية على الدعم يا جماعة، وأنا مقدر وجودكم يا جماعة الخير، وشكرا لكم على الدعم اللي تقدموا لي في فترات ماضية والفترة الحالية وفي فترات مستقبلية بإذن الله. والله إني مقدر هذا الشيء، وأنتم يا جماعة الخير حاجة أعتز فيها يعني الأمانة في حياتي. يعطيكم العافية، خلينا نخش. يلا بس كثرنا كلام صح، تشكيلتنا زي ما هي، ما عدلنا فيها أي شيء، يعني ما أدري، يعني ما عندي تقريبا 4000 كوينز. خلينا نخش يا جماعه، زر اللايك، بدايه المقطع، وهيا بنا ليتس جو يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد، او ماي جاد، ارجوك استغفر الله، الله يعشقك، الله يا سلطان، يا مريض يا مريض، اوه والله مشيت معاه شباب، شوف كيف. الله ياخذ وجهه، يس، لانه ما يجوز. يلا نيمو، حط نيمو. الله 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 الله، كنترول، خش عليه صح واتصل، ما تخليه واتصل، ما تخليه صح عليه. لا اشعر انه ما عندي توازن في اللعب. يلا يا نيمو العب 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 العب، ليتس جو يا نيمو يا هداف يا اسطورة، ليتس جو ليتس جو، لا خوف لديكم، نيمار لديكم، ليتس جو. يلا يا سلطان سقف له سقف له يا حط له في السقف، ليتس جو يا السلطان. الله يا هداف، يلا سوي مصير لو يجيب الأم العيد وأنا ساكت له. يلا نيمار، ليه نيمار؟ استهبال هذا مني. حلو، يلا لقموا. الله الله الله، صح 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 عليه، صح كبير ويتسن وحش، والله اسطورة، والله انه قوي، والله انه قوي شباب. كبير يا حكيم، بس مو كبير يا احمد، حكيم يسوي اللي عليه، بس احمد ما سوى اللي عليه. يس الحمد لله، ليتس جو. حلوين يا عيال، ادينا والله ادينا، لعبنا لعبنا. الغالب في الغالب ترى يمكن اخر ثلاث تشامبيون نخسر اول مباراه دائما. حلوين يا عيال، خولت يا اسطوره، نيمار هدفين، زلاتان هدفين، ومبابي صانع، تقريبا خط الوسط والهجوم لعبوا بشكل جيد للامانه، وحتى قلوب الدفاع. ليتس جو. والله والله تشكيلة حلوة. لا لا لا، لو شايت أحسن، برضو الباص المفترض يكون أقصر من كذا، ضغط حبة مثل. يلا
نيمو واتسون. الله يا واتسون، الله راس من حديد، راس من حديد يا اخي، والله راسه ما ترحم. ليتس جو. الراس اللي موجوده في الجسم، طيب الراس اللي موجود في الجسم، هذا الراس هنا 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 شايفه هنا، هذا الراس اللي راكب في الرقبه. تحور الموضوع، تركب لي مقاطع اجلد امك. الله يا بيبي، وحش 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 وحش، الله يا اسطوره. عيال هذه الاهداف كذبيه، كذب هذه الاهداف، والله كذب. السنتره والله الشباب اني انا كنت احسن من اهدافه سامجه. عموما ما علينا، نركز. حلو ضبطنا الاوفسايد. والله حرام يا حيوان، يا عيال حرام الاهداف كذا تخش بسهوله. ايوه يا امبابي، اسطوره يا اسطوره يا اسطوره، ابلع. صح والله احسبه جول. يلا سلطان، تكفى سلطان. سلطان ليش تركت المدا ورحت بوص المرمى؟ لا 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 لا. ابلع، والله ما تفوز، والله ما تفوز. بلنتيات بلنتيات. يس حلو. والله اني حطه هناك. يا الله يقلع ابو الحظ يا عيال، عنده كل اللعيبه الاقوياء. اوبا اوه حلوه حلوه. والله امبابي، واو والله امبابي مسخر مالديني. هذا يمديك تمسكها، شفتوا ضغط اي ما ادري ايش صار. هذا اللي صار. اها اها يشوت يمين، عرفنا عرفنا يشوت يمين. والله صح، هدف سلك، لكن هذه هي الفيفا. يلا بلعوا بلعوا. الله يا نيمار، ليتس جو ليتس جو ليتس جو يا نيمار. انا حمار. طيب خلاص خلاص، تكفى لا تكفى لا تكفى. والله الحمد لله راموس المفترض انت تكون ماسك معاه. يس الحمد لله الحمد لله. الله عليك يا نيمار، الله عليك يا ويتسل، الله عليكم يا عيال. ليتس جو كي سي ارتست، دائما العب معه الصراحه، دائما العب معه، عارف اقابله في الدرافت ديفيجن رايفلز وتشامبيون. ليتس جو. حلوين حلوين حلوين. ما نفتك من هذولي. الله يا مبابي، الله يا مبابي، الله 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 الله، تم استغلال المرتدة بنجاح.
تكفى تكفى يا عيال تكفى، أصلاً الكرة كانت لي. حتى ما شاتها على المرمى. Oh my God! سرعة يا أخوي الصوت! اوكي يا جماعه الخير، استطعنا ان ناتي بلاعب صفقات المبادله، اللاعب الثالث يا اخوان. ها هذا هو الرجال الطيب، تعال عشان نجمعهم واحد واحد. طيب يقولون يا جماعه اذا كملت التحديات حقت الاسبوع كامله يعطونك باكج 100,000، وهذا لاعبنا يا جماعه الخير يصف في التشكيله. ممتاز، باقي لنا لاعب رابع. هو هذا التحدي يقول لك سجل بلاعبين هولنديين في 3 انتصارات منفصله في الرايفلز. هذا تحدي سهل لانه عندنا خلد في التشكيله. ممتاز جدا، يعني هذا اللاعب في الجيب يا جماعه. وبكذا يا جماعه الخير وصلنا الى نهايه ملخص ال10 مباريات، 7 انتصارات 3 خسائر. بالنسبه لي جيد، يعني جيد، انا اشوف مستواي قاعد يتحسن، زاد حبه، يعني زدنا حبه في الليفل بس الى حد ما كويس. يعطيكم العافيه على المتابعه، اتمنى انكم استمتعتوا بالحلقه هذه، لا تنسون اللايك، تشتركون بالقناه مشتركين، نراكم على خير. السلام عليكم.